فسوى الطهارة وأخذنا على البيت. ثاني يوم تبين لنا أن الولد بعد يعني شفنا أن الأمور متغيرت. يسوي الطهارة هو دكتور يعني فني تخدير، ليس شغلته، هو مش يعني جراح، مش نفس الأطفال الذي يسوي الطهارة. أخذنا على مستشفى، رجعنا على مستشفى يعني ثاني، كشف على الولد، يعني بلغنا إن الولد تعرض لبتر كامل للعضو الذكر. وبدينا من هناك مرحلة العلاج، سوينا هناك في اليمن عمليتين، وانتظرنا بعدين سافرنا الأردن وعملنا عملية، وكانت كلها يعني ما في شيء فائدة، 3 عمليات اللي سويناها قبل. والحمد لله رجعنا بحثنا وسألنا وقينا على الدكتور عبد القوي يوسف في مصر، والحمد لله سوينا العملية الأولى قبل 6 شهور وكانت الحمد لله كويس. والآن سوينا عملية الآن في نهاية شهر 12 والحمد لله طمن الدكتور العملية كويس والأمور صارت طيبة ورجع الأمل شوية الحمد لله، يعني بعد ما كنا يئسنا يعني بعد 3 عمليات سويناها أول. والآن الحمد لله الولد كويس وإن شاء الله تمام. طيب احنا عايزين نعرف الطفل يعني اتعرض للواقعة دي امتى، والحمد لله العملية عملها ونجحت امتى، يعني سن. ماشي. طبعا القريبة وقعت الطهارة اللي نسميها نقول الطهارة في 2020 شهر 9. والله الحمد لله يعني فرح كبير، وإن شاء الله إنه الولد يكون بخير. واجتز العضو الذكري واستغرقت يعني عملية الختان أكثر من 2 ساعات، وعندما كانت الأم تتردد، أم الطيف يعني قلقة بسبب التأخر، لم تكن تعلم أن هذا الفني قد اجتز العضو وأصبح يرقعه بعملية الكي المؤقت. طبعا الممرض الجاني ترك الشاس كما هو وطلب لمدة 3 أيام دون أن نفتح، لكن الأم يعني الآلام الشديدة للطفل حالته يعني دون يعني الآلام ولا هذا، ففتحت يعني فقامت الأم لتجد العضو يعني مختلف ومبتور بشكل كلي، مما استدعينا بالعودة إلى المستشفى، فهرب الممرض وحدث أن أصبحت القضية قضية رأي عام بموجب يعني تحركات جهات إعلامية وحكومية في اليمن، لتصل القضية إلى المحاكم ولا زالت منظورة برضو لدى القضاء اليمني. ايه شعور حضرتك لما ابن حضرتك عمل العملية والحمد لله نجحت؟ والله بالنسبة يعني انا شعوري يعني لا يوصف، ويعني لاني من كثر ما كنت اعاني واشوف حالة الولد يعني انا اصبت بحالة نفسية يعني